سأل يقول أنا من سكان مكة شيخنا، وأريد أن أعتمر ثم أعود إلى بيتي، وفي يوم 8 أحج حتى متمتعا. من كان داخل الحرم فإنه إذا اعتمر، هو يقول خارج الحرم، هو مسكنه خارج الحرم لكن في مكة. من كان داخل الحرم إذا اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه، فإنه لا يتحقق فيه ما ذكره الله تعالى من وجوب الهدي، إنما يكون قد جمع بين عمرة وحج، ولا يكون بذلك متمتعا التمتع الذي يوجب الهدي. أما إذا كان خارج حدود الحرم، فهنا ما امتد من مكة مما هو خارج حدود الحرم للعلماء المعاصرين فيه قولان، منهم من يجعلهم في حكم المكيين أهل الحرم لشمول اسم المكان لهم، ومنهم من يقول لا، بما أن هؤلاء كانوا خارج الحرم فإنهم لا يأخذون حكم الحرميين أهل مكة، إنما يأخذون حكم من كان منزله دون المواقيت. وبالتالي إذا اعتمر ثم عاد إلى مكانه في أشهر الحج إلى منزله، فإنه يكون بذلك قد انقطعت متعته كما هو قول جمهور العلماء. ولهذا الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هؤلاء الذين خارج حدود الحرم مما هو في مسمى مدينة مكة لا يأخذون حكم من داخل الحرم، وبالتالي إذا رجع هذا الأخ الذي يقول سأرجع إلى بيتي وأحرم في الثامن، هذا يكون قد أفرد الحج، وأما عمرته فليست عمرة تمتع.